الفيديو هذا غيكون عندنا بطولة سوبر ليغ الإفريقي اللي مشاركين فيها 8 الفرق إفريقية ومنهم الوداد المغربي اللي غنخوضوا بها التجربة هذه ونحاولوا الدراري يلعبوا المباراة اللي غتكون عندها مع إنيمبا النيجيري ونشوفوا النتيجة في الأخر واش نقدروا نوصلوا لنصف النهائي بالوداد المغربي. فكنتمنى لكم فرجة ممتعة واللي مازال ما مشترك يشترك معنا واعطيونا اللايك ديالكم باش تقصر على الفيديو هذا ونتلاقاو بعد الانترو. اذا الخوت كما كتشوف هذا هو ربع النهائي ديال سوبر ليغ الافريقي كما كتشوفوا نفس المباريات اللي كاينين في الحقيقه. المسيره ديالنا غتبدا بالوداد اللي عندها مباراه مع انيم باغي يكون المباراه ديال الذهاب وكذلك مباراه ديال الاياب وكذلك كاينه مباراه ديال الترجي مع تيب مازيمبي وعندنا كذلك بيتر اتليتيكو مع السان داونز وسيمبا مع الاهلي المصري. اذا هذا هو ربع نهائي الخوت اللي كتكون مباراه الذهاب والاياب وكذلك نصف نهائي مباراه الذهاب والاياب ومباراه النهائي غتكون مباراة واحدة. فغنبداو المغامرة ديالنا الدراري بنادي الوداد اللي غتكون عندها مباراة مع إنيمبا. فما علينا إلا نمشيو نديرو التالي مباشرة. فأول حاجة الخوت نحاول نستعرض لكم التشكيلة ديال الوداد اللعابة الدراري اللي كاينين التشكيلة الجديدة. إذا أول لاعب اللي غيكون عندنا الدراري اللي هو حارس المرمى كما كتشوف الخوت. إذا مفتاح وعندنا كذلك الموطيع الدراري الحارس الأول وعندنا كذلك حركاس كومارا هنا الركراكي كما كتشوفوا وعندنا هنا أبو الفتاح الدراري حتى هو دفاع وعندنا يحيى عطية الله وهنا الدراري حيمود وكذلك عندنا نصير وعندنا كذلك هنا العملوت كما كتشوفوا هنا وعندنا الدراري صرحات وعندنا جبران الكابيتان ديال الفريق وعندنا الدراري محروز وعندنا كذلك هنا الدراوري وعندنا فرحان وعندنا الهوني وعندنا كذلك الدراري اللاعب اللي هو المطرجي كما كتشوفوا وعندنا كذلك اوناجم حتى هو الدراري وعندنا كذلك احناش الدراري وابو سفيان كما كتشوفوا هنا والبحريه الدراري راس الحربه. اذا هذو من اللاعبين الدراري ديال الوداد لهاد السنه هذه كما كتشوفوا غنخوضوا بهم هذه المغامره. اذا اول حاجه الخوت نحاولوا نوريكم الخطه اللي غنلعبوا بها هذه المباراه دي ديال الذهاب مع انيمبا. الخطه الدراري كالتالي كما كتشوفوا عندنا البحري غيكون راس الحربه وكذلك اللي مع الدراري هنا اوناجم وكذلك بوسوفيا اللي غيلعب الايرويف وعندنا في وسط الميدان الدراري غيكون عندنا الهوني وعندنا كذلك الدراري جبران الطاقه اللي عنده 85 كما كتشوفوا عندنا صرحه حتى هو الدراري في الوسط وعندنا يحيى عطيه الله وحركاس هنا ابو الفتاح وعندنا العملود وفي الحراسه غيكون المطيع. اذا هذه هي التشكيله ديال الوداد اللي غنبداو بها هذه المباراه. هذه مباراه ديال الذهاب مع انيمبا وهذو اللاعبين اللي احتياج كما كتشوفوا. فغنخليو التشكيله ديالنا كما هي الدراري ونتقدموا مباشره نمشيو المباراة ديالنا. اذا الى المباراة مباشرة. اذا كما كتشوفوا الخوت عندنا هنا الوداد وانيمبا مباراة ديال الذهاب اللي غتلعب في كازا. فما علينا الا نديرو ركلة البداية. الى اوقات الذروة تقريبا في كل شيء بعد ان بلغنا هذا الدور المتقدم من البطولة دور ربع نهائي. دور ربع نهائي يعني افضل 8 فرق موجودة في البطولة ستلعب مباريات وتوقع ان تكون حافلة بالاثارة والندية. هذه الفترة بالذات وفي هذه المرحلة تأخذ كرة قدم مختلفة تماما عما شاهدت وإثارة أكبر سنتركها هنا في المدرجات. الجماهير تضيف لمسة رائعة. إذا على بركة الله الخوت كما كتشوفوا هنا كتسرق هذه الكرة هذه النادي الوداد لاعبين في الأرضية الملعب ديال الوداد. نحاولوا الدراري نحققوا شي نتيجة تكون مزيانة باش نلعبوا مباراة ديال الإياب مرتاحين وتكون عندنا شي نتيجة باش نتأهلوا لنصف النهائي ديال هذا السوبر ليغ الإفريقي. وهنا الكرة الأولى كتضيع يلا جبران حاول ترجع عاد الكره هذه جبران لكن كيرتكب الخطا الانيمبا. اذا هنا خطا ودادي كما كتشوفوا عندنا هنا اوناجم نحاولوا نركزوا لي ما لا نجيبوها في الشباك ويكون الهدف الاول لنادي الوداد. هنا اوناجم كيسدد لكن كضرب في الجدار هذه الكره هذه جبران مره اخرى يلا السرحات كيرجع الكره هذه جبران مره اخرى هنا الهوني الى العملود العملود نحاول الرفعه ديال العملود مي قصيه ديال البحري لكن بعيده الكره هذه وكضيع نادي الوداد. اذا هذه كره وداديه مره اخرى اوناجم كيحاول يرفع الكره هذه مرة أخرى كترجع عند الهوني، الهوني دائرية لكن الدراري هنا الدفاع ديال إنيمبا كترجع يحيى عطية الله لا زالت هنا كما كتشوفوا أوناجم حاول ترفع هي أوناجم كتوصل الكرة عند البحري لكن كتضيع الكرة هذه على الوداد مرة يلا هنا البحري كيخرج كرة طويلة هنا أوناجم كيحضر أسيست لجبران كما كتشوفوا كتضيع الكرة مرة أخرى. إذا هذه كرة ودادية هنا الهوني الهوني كيحاول يمر كيطلق باس مرة أخرى لبوسوفيان بوسوفيان كيخرج أسيست لكن بعيدة على البحري والهدف الأول الخوت أخيرا ماركينا في هذه المباراة اللي كانت مشدودة صراحة بدفاع الهدف الأول ديال البحري كما كتشوفوا هنا ونادي الوداد كتقدم على إنيمبا بواحد 0 دقيقة 87. إذا هذه الكرة لإنيمبا مرة أخرى يلا واحد يقطع على الكرة هذه ما بغيناش يجيبوا علينا الهدف التعادل. هنا الموطيع كيحاول يخرج على هذه الكرة هذه لازال الضغط لازال الضغط من إنيمبا العملود حاول تغطي العملود ولا أحد هنا كما كتشوف هنا
يلا حركات حاول تلحقها انا هذه الكره هذه وكتخرج الكره الصاله الماتش الدري على اثر النتيجه هذه 1-0 مباراه ديال الذهاب انتهت بواحد 1-0 فقط تكون عندنا العوده الدري مباراه الاياب مع انيمبا فوسط انيمبا في نيجيريا. اذا الخوت هذه من نتائج المباراه ديال الذهاب بالنسبه للاهلي المصري مع سيمبا تعادلوا 2-2 صن داونز غلبت 1-0 بيترا اتلتيكو عندنا تيب مازيمبي خسرت 2-0 مع هنا الترجي التونسي اما الوداد غلبت 1-0 انيمبا بالنسبه لمباراه الذهاب. اذا دابا الدري غتكون عندنا مباراه الاياب في انيمبا اللي غنلعبوها الدري في نيجيريا في انيمبا. بالنسبه للخطه ديال التشكيله الدري ديال الوداد غنخليوها كما الدراري يبقاو كيما هما هكا فغنخليو التشكيله ديالنا كيما هي الدراري ونمشيو ديريكت للمباراه ديالنا اللي غتكون مع انيمبا مباراه ديال الاياب. اذا غنمشيو ديريكت تقدم الى المباراه. اذا هنا انيمبا الدراري نادي الوداد مباراه ديال الاياب اللي غنلعبوها في نيجيريا ما علينا الا نديرو ركله البدايه. حضور الجماهير الكبير يا سلام على هذه. إذن على بركة الله كما كتشوفوا كتنزلق هذه الكرة هذه لاعبين خارج الديارة الدراري لعبنا المباراة ديال الذهاب تغلبنا بواحد 1-0 نحاولوا الدراري نجيبوا شي نتيجة تكون مزيانة هنا باش نتأهلوا للنصف النهائي وغنواجهوا الدراري إما تيب مازيمبي ولا الترجي التونسي في النصف النهائي ديال السوبر ليغ الإفريقي المباراة جديدة عفوا البطولة جديدة الدراري اللي دارها الاتحاد الإفريقي. إذا نحاولوا الدراري نحيلوا هذه الكرة ديال أبو سفيان جبران نحاول الضغط جبران كيرتكب الخطأ وضاع إذا هنا الكرة الهوني باس مرة أخرى لأبو سفيان يخرج اسيست لجبران مره اخرى ابو سفيان تيكي تاكا الوداديه كتشتغل في هذه اللحظات هذه مره اخرى العملو كيحاول يرفع لكن بعيد على البحري كترجع كره مره اخرى لهوني باس مره اخرى للعملود العملود كيخرج اسيست عالمي عالمي البحري والهدف الاول نادي الوداد كما كتشوفوا هنا الدراري البحري كيماركي الهدف الاول صبحت عندنا جوج الاهداف الدراري ديال الفرق هنا على انيمبا بنفسهم ماركاهم البحري الهدف الذهب والهدف ديال الاياب. اذا هنا الكره لانيمبا وصلنا الدراري دقيقه 30 مازال متقدمين بواحد 1-0 يلا ما يمرش يا حركات تسديده لك الموطيع في المكان المناسب يلا لهوني مره اخرى يلا باس هنا الدراري كما كتشوف لبو سفيان يلا بو سفيان كيخرج كره هنا لجبران لكن على الطايره الدراري كضيع الكره هذه يلا واحد يغطي هنا جبران كيستخلص هذه الكره هذه كترجع الكره للبحري باس يلا ونجم نحاولوا نرفعوا الكره هذه للحارس لكن الدراري الحارس كيعاود يدخل الشبكه وضعت يلا كره مره اخرى وداديه حاول ضغط ياسر حات يا جبران ما يمرش ما يمرش هنا كما كتشوفوا امام الهوني واحد يغمر المقاسيه الدراري كما كتشوفوا هنا وكضيع هنا لا انيمبا. اذا هذه كره وداديه مره اخرى بو سفيان باس هنا كما كتشوفوا كتوصل الكره للبحري البحري كيحاول يمر دائري البحري لكن الحارس كيتعلق على الكره هذه يلا وناجم لكن تمس مره اخرى انا دري هذه الكره لانيمبا وصلنا الدقائق الاخيره مازال متقدمين بواحد 1-0 في الارضيه الملعب ديال انيمبا الدراري يحاول ان يلعب يلا واحد يضغط واحد يضغط يا العملود كيرفع الكره هذه للاسف الخوت كيماركيو علينا هذا الهدف الراسيه اللي جات الدقيقه الاخيره وجا هنا 1-1 حاولوا ما يجيبوش علينا الهدف وصل المباراه الدري على النتيجه هذه 1-1 فرسميا تأهلنا نصف النهائي الدراري وغنواجهو إما تيب مازيمبي ولا الترجي التونسي. إذا خرجنا تعادل 1-1 في المباراة هذه. إذا هذو من النتائج ديال الربع النهائي كما كتشوفو هنا بالنسبة للأهلي المصري فكتودي على يد سيمبا الدراري هنا وعندنا كذلك بيترا أتلتيكو كتودي على يد صن داونز وتيب مازيمبي كتأهل على الترجي اللي غنواجهوها الدراري حنا اللي تأهلنا على إنيمبا. إذا نصف النهائي الدراري غيكون في هذا الربع هذه كما كتشوفو. اذا هذوما نصف نهائي الدراري سيمبا مع صن داونز اما تيب مازيمبي اللي غتكون مع الوداد فغتكون الدراري عندنا مباراه مع تيب مازيمبي مباراه ديال الذهاب الدراري اللي غنلعبوها في تيب مازيمبي لكن هذا غيكون الجزء الاول فاذا لقيت تفاعل على هذا الفيديو هذا نحاول نحط لكم الجزء الثاني في اقرب وقت ممكن فشكرا لكم على المشاهده طلعوا.